إذا السلام عليكم تلاميذ متتبعي قناة ربيع غزواني، كيدايرين بخير لاباس عليكم. اليوم إن شاء الله فيديو سبيسيال، أهم فيديو عندي في الدورة الأولى كاملة، هو هذا هو اللي إن شاء الله غنبداو بريباريو فيه إن شاء الله. امتحان محلي اللي إلا ما جبت فيه 20 ديالي، يعني 19 ولا 20 في امتحان المحلي في مادة الرياضيات، نعرف راسي راه في امتحان الجهوي اللي غيكون في الدور الثاني راه ما غنجيبهاش، متفقين؟ دونك الا ما جبتيش 20 19 في امتحان المحلي ديال الدور الاولى، عرف راسك في الدور الثاني راه ما غتجيبهاش، متفقين؟ دونك هذا الامتحان المحلي بغينا نجيبو فيه نقط طالعه باش ندخلو ان شاء الله الدور الثاني ان شاء الله بواحد النفسيه مرتاحين، ماشي داخلين ومزيرين ناري ما جبتش مزيان ناري، متفقين؟ فهاد الفيديو هذا غادي يكون طويل، علاش؟ غادي نشرح لكم ان شاء الله نديرو التصحيح ديال الامتحان المحلي، وفي نفس الوقت غنعطيكم القوالب، يعني اسرار كيفاش تخرج اسئله، كيفاش شي تمرين اللي ما عرفتش ليه، كيفاش تعرف كيفاش تسلك راسك فيه، كيفاش تتعامل مع الوقت في الامتحان المحلي، كيفاش تتعامل مع الورقه، هادشي كامل ان شاء الله غادي ندوي عليه ان شاء الله في هاد الفيديو هذا. متبقى دونك الفيديو غيجي طويل بزاف، علاش؟ حيت ما غاديش غير ندير التصحيح، غندير التصحيح وفي نفس الوقت غندوي معاكم، متفقين؟ هنا عندي امتحان محلي رقم واحد، يعني شحال محلي رقم واحد غادي نطولوا فيه الهضره شويه، علاش؟ باش غادي نقول لكم كل سؤال كيفاش يتخرج كيفاش كذا كيفاش هادي، ولكن ان شاء الله في الامتحانات المحليه الجايين يعني رقم جوج رقم ثلاثة رقم أربعة دوك غيكونوا مزروبين، يعني دغيا علاش؟ ديك الساعه غتكونوا مولفين معايا الطريقه ديال الشرح ديال الامتحان محلي، متفقين معايا؟ بالنسبه للامتحان المحلي اللي حاطه نفس السبوره غادي تلقاوه هنا، او غنحطو لكم هنايا ولا هنايا، متفقين؟ هنا ولا هنا غتلقى امتحان محلي محطوط سكريني، ودخل وخرجوا راسك بعدا عاد تجي شوف التصحيح عام. بالنسبه للناس اللي طلع عليهم امتحان مضبب او اللي بغاو امتحانات محلية يتصيفطوا لهم قبال، يصيفط ميساج في هذا الرقم هذا اللي غنحط لكم هنايا، تفقنا تصيفط ميساج في هذا النمره هذه ديال الواتساب، صيفط غير ميساج ما تتصل ما دير حتى شي حاجه، انفو غتصيفط ميساج هنايا غيدخلوكم نيشان لواحد الجروبات، في دوك الجروبات ان شاء الله تما كنحط امتحانات محليه قبل ما نديرو لهم التصحيح ان شاء الله في يوتيوب، متفقين معايا؟ دونك هذه كانت مقدمه طويله، علاش؟ حيت شرحت فيها بزاف ديال الحوايج، دابا نبداو على بركه الله في التصحيح ديال التمرين رقم واحد ديال اول امتحان محلي غنصحو في هذه القناه ديالي، متفقين معايا؟ يلا ورقه وستيلو دفتر وبدا تخرج معايا. دونك اول عمليه حطوا لينا هنايا، حطوا لينا داكشي ديال الجذور المربع، يلا ركز معايا مزيان وذوقني. لتحت في الديسكريبسيون اولا في الجروبات اللي غتدخل لهم الواتساب ميساج هنا، غنحط لكم جميع الروابط اللي غتحتاجوا في الامتحان المحلي. يعني اول حاجه خصك دير مثلا دابا لي غاسين كاري، الا شفتي مثلا هاد العمليه شفتيها وعرفتي ليها، الا مزيان راك مزيان، الا شفتي هاد العمليه وقلتي ناري شاد الشيء ناري صعيب ناري هادي، عرف راسك عندك مشكل في الدرس ديال لي غاسين كاري او جذور المربع. الدواء ديالك الدواء اللي غنعطيك انا هو غتمشي لليوتيوب ديك البلاصه ديال الريسيرش، تمشي تما وغتكتب الجذور المربعه ربيع غزواني، الفو غتكتب الجذور المربعه ربيع غزواني، غيطلع لك فيديو ديالي شارح بلا ديطاي، شارح بالخشيبات، شارح داكشي ديال الدراري الصغار، متفقين؟ غتدخل تما وغتفرج في الفيديو حتى تفهم مزيان الدرس، عاد جي خدم معانا امتحان محلي، متفقين معايا؟ غنعاون، دونك اي درس كيف ما كان قبل ما تزيد تشوف هنا امتحان محلي سير حتى تفرج في فيديو قصير فيه 15 دقيقة 18 دقيقة، تفرج فيه قيد المعلومات اللي تما خرج التمارين، غتلقى راسك فهمتي، غتجي نيشان امتحان محلي وغتخدم، متفقين؟ هذا الدواء، شتي واخا تكون ما قريتيش من شهر 9 عمرك قريتي، الناس ديال الأحرار، الناس اللي عندهم باك ليبر، الناس اللي عندهم تاسعة حرة، راه ساهلة، غتجي غتفرج فيديوهات وغتمشي تخرج امتحان وغتجي فيه مزيان، متفقين؟ نبداو على بركة الله في العملية الأولى. ا فيها جدر كبير مخشي وسط منه جدر 16 زائد 96 ناقص 1، اختاريت انني نخرجها في سطر واحد، علاش؟ حيت ساهله بزاف. اول حاجه جدر 16 الغاسين ديال 16 الغاسين ديال 16 هو شحال؟ هو 4، متفقين؟ 4، علاش؟ حيت 16 عدد زوين، 16 عدد زوين كيرجع 4 اوكاري، اوكاري غيمشي مع الغاسين وغتعطيني 4، دونك غاسين 16 هو 4، 4 إذا زدنا على 96 شحال غتعطينا؟ 4 اللي زدنا على 96 شحال عطينا؟ عطينا 100، والجذر ديال 100 شحال الجذر ديال 100؟ هو 10، 10 ناقص 9 10 ناقص 1 هي 9، سهله وبسيطه بزاف. بطبيعه الحال
انت ما تجيش نيشان وتكتب واحد، ما تجيش نيشان وتكتب تسعود، لا خصك تحط طريقة بشويعك. إذن هذا سر من الأسرار اللي غنبدا نحط لكم إن شاء الله في الفيديو. عمرك تخرج عملية نيشان، عمرك تعامل مع الأستاذ على أنه فاهم، تقول أحد صافي اللي غيفهمني، لا الأستاذ اللي غيصحح لك امتحان المحلي ديالك هو واحد الأستاذ ماشي عارفكش، السمية ديالك مدرقة، ملي كيعطيهم الورقة كيعطيهم السمية مدرقة، يعني هو مكيعرفكش شكون هو أنت ولا دونك هو كيصحح عاد، متفقين؟ دونك تعامل مع الأستاذ على أنه شي دري صغير، شرح ليه بشوية. قولي لي راه جدر 16 هي جدر 4 اوكاري ياك، او اوكاري مشى مع الغاصب و 4 زائد 96 هي 100، يعني خرج كتب كتب. نهار اللي عطاوك امتحان محلي الا لقيتي راسك انك استعملتي غير ورقه وحده، عرف راسك عندك خطا، عرف راسك ما غتجيش مزيان. اللي غيجي مزيان هو اللي كيصدع على مرا استاذ زيدني ورقه اخرى كتقرا فيها، استاذ زيدني ورقه اخرى كدير، خصك دير شي 3 الورقات ولا 4 الورقات في المات، خاصك دير شي 3 4 الورقات. الا ما درتيش 3 4 الورقات عارف راسك راك ما خرجتيش كلشي وراك ما خرجتيش مزيان بشويه عليك. اذا لدينا يعني دو دونك الوغ، يعني كتب تلقى معايا مزيان. دونك هذا السر من الاسرار ديال الامتحان المحلي، قيدهم باش تعقل عليهم مزيان. دابا غندوزو العمليه بي، غندوزو العمليه بي. العمليه بي حتى هي ديجا درنا بحالها، يعني الناس اللي مشاو تفرجوا دابا في لي غاسين كان يراجعوهم غتحس بان هاد العمليه تجيك ساهله بزاف، غتجيك العمليه ساهله بزاف. دونك مزيان. دونك جدر 13 جدر 3 3 ما كتفككش، واش 3 كتفكك؟ لا. زائد جدر 300 300 كتفكك؟ وي كتفكك، هي 3 في 100. دونك 3 أولا 100 في 3 ناقص 12 كتفكك، هي 12 كاين اللي غيقول لي فيكم 6 في 2، لا هي 4 في 3. دونك 12 هي 4 في 3 تساوي جدر 3 زائد 100 100 100 100. جدر 100 هو شحال؟ جدر 100 هو 10، إذا جدر 100 10 يعني 100 غتخرج، متفقين؟ جدر 3 اللي ما عرفش كيفاش 100 كتخرج وسير سير تفرج في الفيديو، سير وسير سير عاد ديك دير الركراكي وسير سير وسير سير 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 خرج من هذا الفيديو هذا ما عندك ما دير به، سير تفرج في فيديو ديال جذور مربع فهم بعد الدرس ديال جذور مربع، سواء عندي انا سواء عند شي استاذ اخر، سير بعدا سير تتفهم تتفهم الدرس ديال جذور مربع عاد تجي تدخل لهذا. هذا راه امتحان محلي، راه اخر مرحله هي هي، متفقين؟ شي الناس اللي داخلين عندي انا دابا هما الناس اللي صافي يعني فهم الدرس دار فيه التمارين ودار الفرض رقم واحد وجا فيه مزيان عاد جيت انت ما درتي حتى شي حاجه من هادشي وجاي عندي راه ما غتفهم والو، متفقين؟ سير تفرج في الفيديو سير سير سير. ناقص 4 جدر 4 شحال هو 2 شتا تساوي نورمالمون هنا ما كاين والو يعني ولكن راه كاين واحد، اذا كنديروا جدر 3 جدر 3 جدر 3 كنحطوا جدر 3 وكنديروا 1 زائد 10 هي شحال هي 11 ناقص 2 هي 90، اذا الجواب الصحيح هو 90 جدر 3. 1 زائد 10 هي 11 ناقص 2 هي 90، اذا الجواب الصحيح ديال العمليه بي هو 90 جدر 3. متفقين؟ كاين التصحيح في الورقه، كاين التنقيط ديال كل سؤال شحال عليه، وعطى راسك نقاط الا لقيتي العمليه الاولى جبت فيها 90 الثانيه جبت 90 جبت 3 وانت غادي تعرف راسك غادي مزيان، لقيت شي خطا صحح شويه عليك. الامتحان المحلي رقم واحد هانيه واخا تخطا فيه ما كاين حتى شي اشكال ما كاين حتى شي مشكل. الامتحان المحلي رقم جوج هاني خطا فيه، الامتحان المحلي رقم ثلاثة هاني، ولكن الامتحان المحلي رقم أربعة غنكون أنا مصايبو بإيدي، يعني الامتحان الأول والثاني والثالث غنكون جايبو بحال دابا هذا ديال أكادير ديال شي مدرسة كاينة في أكادير، متفقين؟ امتحان رقم 4 غنصايبو انا بايدي، غيكون امتحان تجريبي اللي غيكون شويه قاصح ويكون مزيان. هذاك امتحان تجريبي عطي راسك واحد سير له شي بلاصه لراسك وخدم، متفقين؟ طبيعة الحال غنصيفطو لكم في الجروب اللي غادي تدخل ليا صيفط شي ميساج هنا، متفقين معايا؟ ندوزو العمليه سي. العمليه سي غنشرحها لكم هنا، العمليه سي غنشرحها لكم بعدا واحد الحاجه تفهموها مزيان، واحد الحاجه خصكم تفهموها مزيان، واحد الحاجة تفهموها مزيان.
دابا انا كنمشي نشوف التليفون واش كيصور ولا ما كيصورش. حيت واحد النهار بقيت كنصور نصور 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 ملي جيت لقيت راسي التليفون ما كانش كيصور. دونك ا على ب زائد سي على د. الطريقه اللي كنخرجوا كنوحد المقام اللي خصك تعرفها انت، ما تقولش لي لا انا عارف واحد الطريقه، لا تبعني هالطريقه ديال توحيد المقام هي اللي غادي تسلكك في هذا العام وفي السنكيام وفي السيزيام وفي الباك. صافي توحيد المقام ضرب هذا في هذا وحطه في مقام واحد. الا كنتي عارف لها مزيان، ما كنتش عارف لها تعلم لها والله حتى غتنفعك وهي غتنفعنا هنا. دونك ب في دي هي د في ا هي و سي في بي هي تسمى طريقة لا، يعني هذا في هذا، هذي هذي في هذي، هايا هذي في هذي، هاي متفقين؟ هذي الطريقة اللي غنديرو هنايا، هذا في هذا، هاي جوج جدر جوج في جدر جوج، هذا في هذا، وزوين درناه هذي في هذا، دابا هذا في هذا، ودابا هذا في هذا، جوج جدر جوج في جدر تمن. زائد واحد زائد هاد واحد اللي كانت دار توحيد المقام وصافي ساهل. دونك جوج جدر جوج جدر جوج غتعطينا تساوي تكون حدا الكسر، تساوي تكون حدا الكسر، تساوي حدا الكسر، ماشي الكسر كاين هنا وتساوي كاين في الناظور، لا تساوي تكون حداها، هاي تساوي حدا الكسر. جوج جدر جوج جدر جوج هي جوج جدر ربعة، حيت جوج جوج هي ربعة، جدر جوج جدر جوج هي جدر ربعة، زائد جوج جدر جوج في تمنية هي ستاش، زائد واحد، جدر ربعة هي شحال؟ هي جوج، جدر ربعة هي جوج، جدر ستاش هي ربعة، ربعة في جوج هي تمنية. جدر ربعة هي جوج، جوج في جوج هي ربعة، متفقين؟ دونك جدر جوج جدر جوج هي جدر ربعة، جدر ربعة هي جوج، جدر جوج في جدر تمنية هي جدر ستاش، جدر ستاش هي ربعة، ربعة في جوج هي تمنية، جوج زائد تمنية هي عشرة، عشرة على ربعة زائد واحد، دابا غير توحيد المقام. هادي بحال على واحد، أربعة في واحد هي أربعة، واحد في عشرة هي عشرة، وأربعة في واحد هي أربعة، إذا عشرة زائد أربعة هي أربعطاش على أربعة. بغيتي تختزلها تختزلها غتولي سبعة على جوج، بغيتي تختزلها غتخليها بحال ما هكا، متفقين؟ دابا غندوزو العملية دي. دابا غندوزو العملية دي. متفقين؟ دونك بالنسبه للعمليه دي، جوج على جوج زائد جدر ثلاثة زائد جدر ثلاثة على جوج ناقص جدر ثلاثة، طبيعة الحال توحيد المقام، توحيد المقام يعني هذا في هذا. هنا ما درتش لي بارونتيز، علاش؟ حيت كاينه غير حاجه في حاجه، دونك هذا من بين الاسرار اللي غادي نقول لكم ان شاء الله. دونك حاجه في حاجه ما درتش لي بارونتيز، ولكن فاش غنضرب انا اكسبريسيون، هذه كتسمى اكسبريسيون اللي فيها جوج الحوايج، ملي كنضرب اكسبريسيون فوا اكسبريسيون كندير لي بارونتيز. دونك جوج زائد جدر ثلاثة مضروبة في جوج ناقص جدر ثلاثة، متفقين؟ دابا غنضربو هذا في هذا، دونك جوج مضروبة في جوج ناقص جدر ثلاثة، طبيعة الحال دي بارونتيز، زائد جدر ثلاثة في جوج زائد جدر ثلاثة تساوي مزيان. دابا غنبداو نديرو التوحيد النشر. دونك جوج في جوج ربعة، جوج في جوج ربعة، جوج في ناقص جدر ثلاثة هي ناقص جوج جدر ثلاثة، جدر ثلاثة في جوج هي زائد جوج جدر ثلاثة، جدر ثلاثة في جدر ثلاثة غتعطينا جدر تسعود، وجدر تسعود هي ثلاثة، دونك زائد ثلاثة، جوج في جوج ربعة. هاد العيبة اللي كندير أنا دابا ماشي كنشرح لكم بها، كنعلمكم ديروها حتى نتوما، يعني نتا خصك تولي ديرها. شناهي فين ما تخرجش السر عاود قول، مثلا خرجت انا السطر فيا ما نكمل عادي ونساليو، لا غنعاود. جوج في جوج ربعة مزيان درتها صحاح،
جوج في ناقص جذر 3 هي ناقص جوج جذر 3. جذر 3 في جوج هي زائد جوج جذر 3. جذر 3 في جذر 3 هي جذر 9، وجذر 9 هي 3. ها هي مزيان. لتحت A plus B A moins B identité remarquable، متطابقة هامة، متفقين؟ متطابقة هامة. A ناقص B A زائد B هي A au carré ناقص B au carré. دونك A au carré ناقص B au carré. الناس اللي ما فاهمينش المتطابقات الهامة، نفس الحاجة الدواء، غتمشي ليوتيوب وغتكتب المتطابقات الهامة حداها ربيع غزوان، المتطابقات الهامة حداها ربيع غزوان. الناس اللي ما فاهمينش النشر والتعميل غتكتب النشر والتعميل حداها ربيع غزوان، وغيطلع لك الفيديو وغتفهم الدرس مزيان عاد جيت تفهم معنا هادشي اللي كاين في الصبور. تساوي هادو دو نومبر اوبوزي، عددين متقابلين كيساويو صفر ناقص جوج جذر 3 زائد جوج جذر 3 صفر، 4 زائد 3 تعطينا 7، والتحت 4 جوج اوكاري 4، 4 ناقص اوكاري مشى مع 3 تبقى الاوكاري مشى مع الغاسيل تبقى 3. اذا في الاخير غتبقى 7 على 1 اللي هي 7، متفقين؟ دونك كان هذا التمرين الأول، التمرين الأول من امتحان المحلي.